بمناسبة أكتوبر الوردي، اختتام أكتوبر الوردي، دائما نقوم بسباق تضامني توعوي تحسيسي بالنسبة لسرطان الثدي. إذا جمعية الأمل ضد سرطان الثدي تقوم بهذا التظاهرة الرائعة. رانا في العام الثامن، يعني ما قمناش فقط عام واحد بسبب الكوفيد، لكن كما شفتوا اليوم الجو كيفاش كان، العائلات تجي تشارك، المصيبات بمرض سرطان يجوا يشاركوا لهنايا، الكبار في السن الصغار، كل هذا يعني الجمع الهائل من الناس يجيوا يقوموا بسباق تضامني توعوي تحسيسي بالنسبة لسرطان الثدي. هذه من جهة، من جهة واحدة أخرى نحث الناس على ممارسة الرياض، لأنه كل الدراسات بينت وبرهنت باللي الممارسة الرياضية تقدر يعني تقينا من أمراض كثيرة، لا سيما منها سرطان الثدي، لأنه هذا الهدف هو عنده يعني بعدين، البعد الأول تحسيسي تضامني، البعد الثاني نتكلم على أهمية ممارسة الرياضة، لأنه العقل السليم في الجسم السليم. يعطيك الصحة، الله يخليك، شكرا جزيلا.